يبدي برنامجنا بهذه الجميلة. يقول لك هذه الجميلة دشت المحكمة ب 1893، والمحكمة هذه كانت بأمريكا عشان يحكمون إذا هذه فاكهة ولا خضار. شو رأيك شيف، فاكهة ولا خضار؟ اللي أعرفها إن هي فاكهة. نكمل ونقول إن الشيف قالت فاكهة، فعلا هي فاكهة، وحكم فيها طلع يعني صدر حكم فيها إن هي بأمريكا تنتمي للخضار، لكن بأوروبا مثل ما قال الشيف هي فاكهة. عندنا هني دائما إحنا نقول شنو؟ خضار. خضرة. فالطماط جدا مفيد ومهم، زائد إنه هو بدايته لما كان ينزرع على أساس إنه هو نبات زينة، وأغلب اللي كانوا يزرعونه وبدأوا يزرعونه الأمريكيين الجنوبيين. فهذه قصة الطماط اللي بغينا نقولها. الشيف طلبت منا اليوم طماط، وطلبت منا شبنج، واللي الكل يضيع بينهم بقدونس وكزبرة. توهكت وانت صايم تقدر تشمها ويبين معاك ان هذه كزبرة، والبقدونس من الشكل وراح تلاحظ ان ورقتها شوي اكبر، فلا توهق وتجيب شدتين بقدونس ويخلونك ترد مرة ثانية تجيب شكلة ثانية او شدة ثانية. هذه سلتنا اللي بغينا نعطيها اليوم حق الشيف فاطمة. شكرا. العفو. دائما قبل لا نبدي الطبق الجانبي دائما نقول معلومة تخص المطبخ، بما اني انا شايف زعفران وبهارات وزبدة في بس هيل. اوكي ممتاز. توابل ولا فواكه؟ صعبة وايد. انزين انا اعطيتك بالسلة كنا في شوكة وقفشة. اي انزين نشوفهم. نت يعني اتوقع الكل ما قام يستغنى عنهم، خصوصا لما نروح المطعم شو نقول؟ شواكه مو الشوكه مو نظيفه، القفشه مو نظيفه، مو معقمينهم. طبعا هالايام ما راح نقدر نستغنى عنهم لان صاروا اتيكيت ولازم تاكل بطريقه وما تطلع شوت. نطلع نشوف من اللي اخترع هالاشياء الجميله، لان هذه بوادي وهذه بوادي، كل واحد سوى شغله. نطلع نشوفهم ونرجع حق الطبق الجانبي مع الشيف. الطبق الجانبي اليوم راح يكون المحمر. طبعا المحمر أكلة كويتية قديمة، وهي بدال ما نستخدم الملح راح نستخدم الشكر. مكوناتها عبارة عن العيش، عندنا كوب عيش، عندنا نص كوب شكر أو على حسب اللي يحبها شلون زيادة شكر أو شوية. هني عندنا ربع قالب زبدة، عندنا رشة هيل أو نقول تقريباً قفشة. عندنا أي قفشة فيهم؟ صغيرة، كبيرة، وسط؟ لا كبيرة بس مو متروسة، يعني شوي ماسحينها. عندنا الزعفران وطبعاً الماء. إسباني، أمريكي، زعفران من وين؟ كويتي. أول شيء عندنا الجدر. بداية نكرمل الشكر فيه. عطيني عشان تاخذين راحتك. نخلي الشكر شوي يتكرمل، بعدين راح ما نضيف شيء داخل؟ لا، الحين اول شيء بس الشكر يتكرمل عندنا. اوكي، بعد ما يتكرمل الشكر راح اضيف عليه الهيل والزعفران، وعقبها راح احط الماي. بس هو يبي له طولة بال، يعني مو كل شيء فوق بعض لان الشكر راح يعقد عندنا. مش كثر ياخذ مثلا السكر؟ احنا اذا بنخلي 5 دقائق 10 دقائق نار هاديه. اول شيء نار عاليه. حلو. اذوب معي، بعدين اقصر عليه النار من زين، اخليه يعطي اللون المشوقر. حلو. كل ما قمج صار مر، انا باللون المشوقر. حلو. عشان وسط يعني. اي بعدها راح اضيف عليه الماي عشان تفتش معنا، كل الشكر راح يتعقد عندنا الشكر. حلو. فلازم اضيف الماي. بعدها اضيف عليه العيش.
بعد ما ينشف الماي عندنا اضيف عليه زبده. زين عشان لا نضيعهم خلينا ناخذ واحده واحده مو احسن؟ شنو؟ نخلي على ما ياخذ له شويه وقت الشكر على ما الشوكر عندنا وتكرمل. زين قلتي محمر صح؟ زين سكر واشياء كذي واكله قديمه، منو اللي يعني علمت هذه خليتيها من يدتك مثلا من احد يعني اول مره اكلتيها قبل لا انت تسوينها كشف؟ انا ما احبها وايد صراحه. زين يعني انا بس اتوقع لازم في احد دائما يطلبها منك. اي انا ما احب يعني المحمر وايد مو ذاك الزود، بس اسوي احب اسوي صراحه، وتعلمتها من الوالده الله يحفظها. الله يحفظك. ياخذ شوي بس وقت شكر. إذا قالوا لك محمر شنو معناته؟ شنو معاه راح يكون؟ والله ما أحس إن الموضوع فيه شيء نباتي، بس محمر يعني تحس إنه كذي يعني مثلاً سمك وطبقة حمراء كذي وأشياء يعني. هو سموه محمر؟ إيه. لأنه يكون لون شوي مايل حق الأحمر. حلو يعني زين أنا كنت قريب الحمد لله. في بعضهم لا ما يحبونه محمر بس ما يسوونه يعني مشوقر شيء، خلونه أبيض بس طعمه. ما حالي لا حلاف. لا حلاف. حلاف. اي يعني ما ينطرون على الشكر مثلا شيء كرمل، لا يخلونه مع على طول. على طول. اي انا قاعد اشوفه قام يصير شيء كنا كور يعني. ايوه هذه اللي قلنا ما نبيها تكون عندنا، لازم تذوب بس الحين لازم ياخذ اللون الاشقر معانا. حلو. بعدها نضيف الهيل والزعفران. زين شلون نحافظ على السكر بالبيت شيء عشان لا يخترب او مثلا يصير فيه رطوبه او شيء؟ يعني احنا نشتري مثلا خيشه او شيء، ساعات من تخلي السكر مبطل كذي يصير فيه مشاكل. لازم شيء مسكر عدل يعني ما يدش هواء. زين ليش دائما احنا الاغراض مثلا الملح والسكر ونحط حبات عيش او خصوصا الملح يعني عشان لا يدش رطوبه او شيء كذي يسحب الرطوبه؟ اي ينفع لازم نحط سكر عشان نحافظ على السكر اللي عندنا بالبيت. نحط شكر، نحط عيش. عيش شوفي حلو. انا صراحه انا احطه مع الملح. ممتاز. بس مع الشكر ما حطيته يعني. ما يخترب؟ لا. ولا تسكرين عدل يعني؟ لا تسكر عدل. يعني هو لازم ينحط له مثلا بلاستيك كبير او شغله شي كبيره تخزن فيها. على كثر الحاجة أنت تأخذ منها، مو كل مرة تفتحها أساس ما تدش فيها الرطوبة وايد. ممتاز. وين تحبين تخزنين هالأغراض مثلاً بالمطبخ؟ مكان ما يكون وايد حار وما يكون رطب. يعني هذا الموضوع قريب من البذور اللي أنا أخشها للأمانة. يعني أنا مثلاً البذور إذا بزرعهم حق حديقتي لازم أخلي جزء كبير، مثلاً البذور الخس لازم أخليهم بالثلاجة. وفي أشياء مثل الكزبرة إحنا دائماً نستخدمها. الكزبرة في نوعين، في نوع حق الزراعة وفي نوع نقدر نطحنه ونقدر نأكله. فيفرق لما تشتري البذور تبي تزرعهم ازرع عليك بالعافيه ما في مشكله، بس لازم تقرا ان هي صالحه للاكل ولا لا، لان في نوع مو صالح للاكل فلا تطحنهم ونضيفهم داخل فتصير مشكله يعني. نفسها اللي موجوده يعني بالسوق؟ اي نفسها اللي موجوده بالسوق. في تيسين، في تيس صالح للاكل اللي هو تقدر تزرعه وتاكل منه، لكن في نوع ثاني اللي هو بس صالح للزراعه، فانت لازم تزرعه وتاخذ منه البقدونس او الكزبره اللي انت بس تبي تاكلها كورقيات، بس ما ينفع ناخذ الحبوب ملوتها. تكرمل الموضوع عندنا. عندنا بس شوي بعد ننظر عليه. اللون الاشقر الحين نحط الهيل، نضيف الهيل ونضيف الزعفران. لما نضيف الماي حط بالنا لانها راح يطش علينا. ايوه راح يطش. يعني ما ينفع احد صغير واحد يساعد. لا 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 انا دائما اقول ايه. كافي عليهم سلطه حبتين طماط من اللي تو سولفنا عنهم. اي لا بس حتى ايه. ولو احنا نقول يعني هالمعلومه على اساس ممكن ما حد يعرفها يعني ان اذا ضفنا الماي راح يفور معانا. الحين كذي لونه حلو بدي احط الماي بس من بعد. خليه شوية
انا قاعد احس ان موضوع الناس راح اكون كذا داخلي في شياب بس يعني لا 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 الحين هذا انا حطيت الماي ليش واخليه الحين يغلي بس يغلي هذه لعقه نزل كلها. نزل درجه الحراره ولا نخليها نفسها لا الحين نعليها بس انا نزلت شويه يعني بالبدايه كانت على نار عاليه عالي. شويه حل. بس بديت كرمل قصرت عليها لين اوصل للون اللي انا ابي حل. بعدين احط الماي واعلي عليها عشان شنو ابي كل هذه الاشياء شوف العقد اللي داخل مالت الشكر اي الشكر المعقد معانا كله راح يذوب بس يطبخ معانا عقبها راح اضيف العيش حلو نفس العيش المكبوس حط الماي حد فوق العيش بشوي لحد ما ينشف معانا اول شيء على نار عاليه بعدين نقصرها زين لا انا مثلا انا ما احب العيش يكون في دهن اسويه مشغول اذا ابي استخدم هالعيش راح اسوي يعني بدال ما يكون العيش العادي نفس الطريقه شلون يعني العيش انت اللي قاعد تقولين عنه ان نستخدمه كاي عيش ثاني صح اي زين اذا مشغول يعني بس مشغول عادي وباكله مع المحمر يصير اي عادي عيش مشغول مع محمر لا اي ما يصير صح لا. قاعد اقول انا ما انا ضعت ترى قاعد تقول لي شلون عيش مشغول مع المحمر يعني هو عيش هذا انا مغسول ومنقع أنا لازم أجرب الموضوع صراحة عقب ما نخلص طبق الأخير أو شكل النهائي شكلي بأخذه وياي شوف الحين كل العقد اللي عندنا فتشت حلو؟ حلو حتى تشوف ما في ولا شيء الحين نضيف العيش كمية الماء زينا عندنا مناسبة تري؟ إيه يكون فوق العيش كم سنتي يعني مويد عشان ما يصير رخ وايد يصير الحبة زين العيش هنا يكون نثري ولا؟ إيه نثري إيه أكيد زين شنو أفضل يكون نثري ولا العيش اللين؟ على حسب في ناس يحبونه لين في ناس يحبونه نثري شنو الأفيد؟ كل عيش لا صدق والله شنو الأفيد يعني في ترى معلومه والله صدق يعني اغلب الدكاتره مال التغذيه يقولون من الافيد برايك انت العيش اللين او النثري النثري عاد صح اي لان اللين دائما احنا نقول والله ينهضم بسرعه وكذي بس هو طبيا او مثلا معلومه تغذويه النثري وايد احسن بس يعتمد على الكميه لان اذا بنزيد الكميه اتوقع الموضوع بيصير نفس الشف اللي من هذا حاطينه هيجي خليه بس شوية ينشف ما عنه بس ينشف الماي طبعا أنا النار عالية حلو. بس ينشف الماي أقصر على النار وأضيف عليه شو اسمه الزبدة بس يكون شيء عيشنا خالص المحمر المحمر زين على ما تضيفين الأشياء هذول شلون تشوي السبانخ أنا والله زينة شنو الأشياء اللي تحبين تأكلينها مثلا السبانخ خصوصا يعني السبانخ نضيفها مع شنو مع كلها بروحها مع الفطاير بعد مع الباستا زين سبانخ كل ما كانت غامضة كل ما كانت فيها فوائد نطلع نشوف فوائد السبانخ yeah. نطلع نشوف تدرون ولا ما تدرون ونرجع مرة ثانية قبل لا نبلش الطبق الرئيسي نشوف موضوع العيش هذا اللي محمر تدرون أن في دراسة أثبتت أن اللي تناول بالأسبوع مرة واحدة على الأقل طبق من السبانخ تقل فرصة إصابته بالأمراض بنسبة كبيرة عن من لا يتناوله مرة واحدة بالأسبوع بعد ما نشف معانا الماي والمحمر هذا العيش اللي انا سويته ضفنا زبده وكذي شكله النهائي صح اي بس لات كذي يتكسر ايوه مو هذه النقطه المهمه اللي احنا لازم نقولها حق الناس اذا كلش شوكه يعني مو بالقفشه وتحت حركه بسيطه يعني عشان ما يتكسر يعني اللي سويته انا غلط ببدي مع مرق الشعر حلو وهذه مقاديرنا مقادير مرق الشعر عندنا هي معجون الطماط عندنا الكزبرة المطحونة يعني كل البهار كله قفشة واحدة يعني من كل نوع قفشة واحدة عندنا هني بهار السمك لومي أسود مطحون عندنا الكركم طبعا الملح والثوم
عندي هني طماط مكعبات والبقدونس، عندنا بصل مكعبات، وهذا الطماط المطحون. اليوم نسوي مرقتنا تقريبا نصها طماط مطحون ونصها ماي عشان شوي تعطي تعطي شوي طعمها يكون شوي حلو. عندنا هني الشبنت، هذا طبعا ما ماكو مرق سمك يخلي من الثوم واللوم الاسود، وعندنا الكزبره. بنخلي الفص كذي بكبره ولا نطحنه؟ لا كبره، حطه كله اهو قشره. عندي هني كوبين ماء. اول شيء قبل لا ابدي بالمرق ببدي ابهر السمكه عشان شوي تاخذ وقتها بالبهار. الحين ببدي ابهر سمكتنا، طبعا سمكتنا نظيفه مغسوله ومنظفه عدل من البطن، ما فيها حبول؟ لا ما طلع فيها ولا. عندنا هني ابهار السمك، امسحها شويه. اخر شيء عندنا الملح، خلنا من الجهتين داخل البطن. نعطيها وقتها شوي بس تبهر. انا اذا بغيت اسوي في البيت السمك ابهرها قبلها بيوم واحطها بالثلاجة، اقطيها عدل واحطها بالثلاجة. لما نخليها كذي مدة طويلة، سواء مثلا حتى اللحم او الدياي، لما نخليه قبلها بيوم يصير احلى طعمه صج ولا ياخذ نكهه البهار؟ يشربها كلها يعني يمتصها كامل. الحين بدي اسوي المرق. اول شيء بنحط شويه دهن، ما احط وايد لانه راح تاخذ السمكه من الدهن، راح يصير عندنا دهن وايد. اول شيء اخذ البصل، بصل وايد ايه لاحظ ناطرة تقولين يعني بصلنا وايد زين. اقدر اطحن اكثر من كذي؟ يعني انا عندي مشكلة مع هذا كبير للامانة. اصغر تبي اصغر؟ اصغر مشكلة. بعد ما حطينا البصل بحط الثوم، تقريبا 3 فصوص ثوم، الحمص، المضادات الحيوية القوية كلها الطبيعية اللي من الله حطيتها. اثنين خلاص. عندنا البصل شوية حمسته، بضيف الطماط. البصل راح يذبل معانا والطماط نفس الشيء. ايش كثر ياخذون وقت كذي لما اسويهم؟ انا بحطهم كلهم الحين، راح تشم ريحه معنا، راح تشم ريحه البصل والخضره وريحتها عجيبه يعني. بس تبدا تطلع ريحتهم هني نضيف، اعرف ان موضوع يقرب يخلص. نضيف عليهم معجون الطماط والطماط المطحون والماء. الحين اضيف الكزبره، والبقدونس مو كله بخلي منه. هو الكزبرة اتوقع بمرق السمك شيء اساسي. حتى الشبنت. حتى الشبنت صح؟ اي. مرق الربيان نفس الطريقة؟ اي. الشبنت هني انا حطيت شوية. راح تشوفون انه وايد بس انا راح اكبر معانا. مفيد مفيد. يضيع طعم البصل شوية. الحين اضيف البهارات اللي هي الكزبرة وبهار السمك عندنا والملح واللومي الأسود. آخر شيء الكركم والحمص. طبعاً الخضرة أنا خليت منها قبل لا أسكر المرقة بشوي، راح أضيف بعدها خضرة عليها. بقدونس وكزبرة؟ البقدونس لا، بقدونس وشبت بس، الكزبرة حطيتها كلها.
بضيف معجون الطماط مرة ثانية. شف على ما يستوي شلون نقي الطماط؟ شلون نقي؟ أنت قول لنا. أنا أقول لكم زين. أنت لما تروحين تلقين. لا لازم. أنا... لازم حمرة مو مشدخة ولا فيها شيء. إيه. زين إذا لقيت طماط بالسوق لا إذا لقيت طماط بالسوق نصه استوى اشتري ما اشتري. اشتري. زين شلون أخليه ينضج بسرعة؟ هذه ما أدري. نخليه بدرجة حرارة الغرفة. أنا أحطه بالثلاجة ولا يستوي معي يعني. يستوي إيه؟ بس إنزين ترى في فرق كبير لما أنا أكل طماط فرش وطماط أنا خليته بالثلاجة لأن العصارة اللي داخل الطماط لو خليتها بالثلاجة راح تخترب. أنت جربي أخذي طماط فرش لو زارعة بحديقتك مثلاً قطفي واحدة وجربي طعمها وجربي اللي تنحط بالثلاجة ترى في فرق وايد وفي مواد دائماً اللي تتجمد. إحنا نعرف إن الطماط فيه سائل داخل خلنا من القشرة لكن في السائل اللي داخل اللي فيه هو فيتامينات فوائد داخلها راح يأثر علينا وايد ويفرق وايد. فإحنا مفروض أفضل مكان نخزن فيه الطماط اللي هو بدرجة حرارة المطبخ وما نخلي معاه خيار. إحنا شو نسوي؟ نبطل الدرج حط الطماط يم الخيار. لا لا أنا ما حط. أكبر غلط إحنا نسوي. أيوة. ليش إحنا لازم ما نخليهم يم بعض؟ لان في ماده اسمها الايثيلين. الايثيلين هذه بالخيار اذا خليناها يم الطماط تخلي الطماط ينضج بسرعه وبسرعه يخترب. عشان كذي هو مثلا يلين معانا. ولما نروح السوق نشتري طماط خصوصا بالصيف نلاحظ ان الطماط يكون فيه اصفرار. اذا كان فيه اصفرار من اكثر من مكان ما نشتريها لان هذه ما تكون مستويه ومتاذيه من الشمس بشكل كبير. فنحرص ان نقي طماط عدل. وإذا بغيت تحافظ على الطماط تقدر تجيب تبروير تلمكس المطبخ المتين وتقلب الطماطة وتخزنها بهالطريقة وتحطهم طبقات. هذا شيء يخلي الطماط لمدة أطول. إذا مثلاً هو يتم 5 أو 6 أيام واضطريت تخلي الطماط بالثلاجة ممكن هذه الطريقة تخليها لأسبوعين أو 3. هذا في حال أنت شريت كمية كبيرة ما عندك مكان تخزن فيه. كل اللي عليك تأخذ لك خلاط وتخزن مثلا تطحن اللي تطحن اللي تبي والجزء اللي باقي تخزنه بالفريزر. مثل ما شفتوا عقب ما ضفنا الطماط المطحون ضفت الماي نشري ونقطي طبعا قبل لا اي الثوم وش اسمه هذا الثومه حلو كبيره وايد هذا اللي نقطيه هم يسمونه لومي صحاري لومي صحاري انا افضل هذا اللون الفاتح عن الأسود. شوف شنو الفرق بين اللومي كذي إذا غامجة سوداء. غامجة تصير وايد فيها مرورة. موضين. مرورة وإيه هذه تصير فيها حموضة يعني. هني عندي أنا دارسين مع الطحين راح أقطي السمكة الطحين والدارسين وبعدها أقليها وبعد ما تنقلي راح أضيفها على المبقى يعني أقليها بعدين أضيفها هني؟ بعدين أضيفها على المبقى أعطيها تشيبو تقريبا ربع ساعة ربع ساعة؟ ربع ساعة طب نص ساعة على ما تاخذ المبقى طعم السمكة. في بعضهم يفضلون أن عقب ما تخلص المبقى يحطونها بمعون يحطون السمكة يحطون المبقى عليها ويدخلونها الفرن مو على الشولة يعني في طريقتين في طريقتين اللي تيوزه هنا أنا اسمك هنا شديد هالطريقة طريقة كلها هنا بطلع المقلة حط فيها شوية زيت نقلي فيها اسمك شوف احنا لما نقلي بالبيت دائما يصير عندنا أزمة ريحة القلي ريحة القلي وهالمرة بعد سمك يعني واحد مثلا راد من الدوام وفطورهم سمك مع انه مو الوايد تغدون ما تبي تغدون هم تغدى ما في مشكلة بس اتوقع يعني انا اعشق الليمون صراحة فاتوقع لو نقط ليمونة داخل نقط ليش ما نقط
بالزيت نحط واحده لانه تسحب الريحه بشكل كبير يعني نطلع الحين. إيه واذا ما تبي احد مثلا ييك المطبخ لا تقط ليمونه عشان يقولون ريحه وتبي ما حد يدش. ما راح اقط ليمونه لا تقطين انت ما ظهر ما تبين احد يدش عليك اي ما ابي اقط ليمونه حلو بس على ما يسخن معنا الزيت الحين بعد ما سخن عندنا الزيت السمك نقلي هذه واحدة ونخليها طبعا نعطيها تشيبو خمس دقائق على الوجه الأول خمس دقائق على الوجه الثاني على ما تنقلها معانا بعدها على طول من الدهن راح أحطها بالمرقة الحين بحطها بالمرقة شيلها شوي شوي عشان ما تكسر معانا السمكة تنكب نخليها على نار هادية لمدة ربع ساعة والحين طبقنا الأخير اللي هو عبارة عن وردات الجلاش بالجيمر المقادير اللي راح نحتاجها قالب زبدة مذوب وعندنا الشيرة وعلبة جيمر عندنا الفستق حق التزيين وآخر شيء عندنا ورق الجلاش أو عجينة الجلاش طريقة وايد سهلة وسريعة أدي معاكم الحين أول شيء باخذ تقريبا ورقتين من الجلاش هذولا ورقتين راح امسحهم شوية زبدة طبعا على الطبقتين اسويها كذي نقلبها واحدة وطريقة عندي هذه الورقة راح أقصها شذي أربع أجزاء الثانية هم عندي راح أقطعها أربع أجزاء على كل قطعة شوية زبدة حط واحدة كذي واحدة العكس هالطريقة عندي هني القالب قالب الكب كيك الميني كب كيك أحتاج إني أمسحه شوية زبدة شوي وبعدها بحط العجينة بهالطريقة شذي شذي سوي ثانية شوي شوي نضغط عليها لداخل هذه نفس الشيء شوي شوي طبعا راح ياخذ معانا خمس دقائق كذي عشر دقائق بالفرن بس التحمر عندنا من فوق وشوية من تحت بعد ما التحمر نطلعها من الفرن عقبها بالشيرة نرش عليها شوية ونزينها بالفستق وكذي يكون طبقنا الأخير اللي هو وردات الجلاش خالص إن شاء الله وهذه أطباق اليوم إن شاء الله عجبتكم هذا المحمر اللي سويناه وطلعت معنا الحكوك اليوم تسلم إيدك وسوينا مرق الشعم بعد ما نشبناه حطينا عليه شوية كزبر وشبت
خلصنا من مرق الشعر. هني عندنا وردات الجلاش، بعد ما طلعناها من الفرن حطينا عليها شوية شيرة وفستق، وهذه كانت أطلع. أشوف وردة الجلاش هذه، وهذا الحلو مالنا. تسلم ايدك، اتوقع في واحد هناك كافي، هذا راح اخذه انا. بالعافيه، تسلم ايدك. الله يسلمك. الثيم وايد حلو، بس الموضوع يا جماعه محتاج مو قميص ولا شيء، يبي لها دشداشه نقلمها فيها مصباح، تشتريها من المباركيه اي مكان وتاكل وتغوص، واحتمال تصير نفس الشيف اللي عندنا. شوفكم باكر بحلقه جديده من برنامج حكوا فمالكم.